رجعنا لكم تاني في الفقرة التانية في حلقتنا النهاردة، أول حلقة في عام 2020. والفقرة التانية النهاردة أعتقد إن نادرا لما تلاقي برامج بتتناول الموضوع بتاع النهاردة، وبرغم أهميته بالنسبة للصحة، وهي قصة المعامل الطبية. ويمكن أنا عايز أقول حاجة بس على الفقرة بتاعت النهاردة. يمكن لو تفتكروا من 3 أسابيع كنا إحنا عملنا رحلة داخل معامل الشعر، وأنا على المستوى الشخصي تحمست جدا لمعامل الشعر. وحتى لو تفتكر انا قلت في المقدمه بتاعتي من 3 أسابيع، قلت انا توقعاتي ان شاء الله في خلال سنه ان معامل الشعر تبقى من اكبر المعامل اللي موجوده في مصر، وده مش تحيز، ده نتيجه للي شفته. خلينا نخش في الموضوع على طول، ونرحب بضيف دوركم النهارده الاستاذ دكتور ربيع السيد الشاعر، استاذ مساعد التحاليل الباثولوجي والانسجه والاهرام جامعه الازهر، ومدير عام معامل الشعر. دكتور ربيع، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الله يبارك. انا على المستوى الشخصي سعيد بحضرتك لسببين. الله يكرمك. سواء لأن شفت حضرتك، السبب الثاني ان انا تحمست لمعامل الشعر بجد والله. ربنا ان شاء الله نكون عند حسن ظنك ان شاء الله. يعني هي معامل الشعر بصراحه احنا فيها عاملين يعني اقصى درجات الدقه والجوده، وان شاء الله يعني تكون حاجه مفيده لصحه الناس على المستوى العام. بس دكتور، هو الواحد بحكم شغله في مجال الدواء وبحكم شغله ان هو احتك بمعامل كتير، لما شفت الفيديو بتاع معامل الشعر حسيت انه بيعمل حاجه جديده خالص، يعني كل حاجه فيه محسوبه. ولما عرفت ان هو موجود في كفر الشيخ وفي السوق، لا انا كانت طموحاتي في معامل الشعر، انا من النوع اللي بص انا لما بتحمس لحاجه بتبان على وشي، قلت لا لا لا، انا نفسي المعامل الشعر تبقى منتشره في كل انحاء الجمهوريه بجد ان شاء الله. لان انا شفت الحاجات اللي انتوا بتقدموها، حتى حضرتك بالمناسبه الاستاف حضرتك مختاره، هقول لك على شعور جالي، تحس انهم كلهم اخوات. هو فعلا معظم يعني كل الاستاف عندنا في معامل الشعر بيشتغلوا فاميلي، بيشتغلوا كاسره واحده، حتى تحس انهم فيهم شبه من بعض. والله بجد. ده احساس اللي جالي يعني زائد ان احنا كمان يعني عشان حد يشتغل في معامل الشعر لازم يعدي باختبارات شديده شويه، سواء كان في الجوده او على حتى المستوى الفني. هيك. عشان اقدر اشغله عندي. بالاضافه لازم يكون معاه حاجه يعني، واخد على الاقل دبلومه او حاجه في او ماجستير في التحاليل. بسم الله ما شاء الله. خلينا نقسم موضوع النهارده بتاعنا او الفقره بتاعتنا النهارده لموضوعين. الناس هنعرف الناس يعني ايه تحاليل طبيه واهميتها، وامتى الدكتور يرجع للتحاليل الطبيه، وبعد كده لو سمحت لي استغل تخصص حضرتك اللي هو تحليل الانسجه. ايوه تمام. ونتكلم على سرطان الثدي. ايوه خلاص دكتور، خلينا الاول نعرف للناس يعني ايه تحليل طبي. طيب ببساطه التحاليل الطبيه دي معناها قياس النسب الطبيعيه الحيويه لاعضاء وظائف الجسم. تمام. يعني بمثال بسيط، ربنا سبحانه وتعالى خلق كل عضو له وظيفه معينه في الجسم. تمام. تمام. الوظيفه دي العضو ده طول ما بيأديها بطريقه صحيحه ومظبوطه بيطلع منه انديكيتورز او مؤشرات دي بتظهر في الدم على مدار السنين العقود اللي فاتت. الاطباء والعلماء قدروا يعرفوا النسب الطبيعيه دي. هايل. طيب انا دلوقتي علشان مثلا هديك مثال الكبد مثلا، ليفر. تمام. وظائف الكبد ان هو بيصنع البيلوروبين والصفرة، وبيصنع الالبومين بروتينات وكده، وفيه انزيمز على الخلايا بتاعته. الانزيم دي بتفرز باستمرار في الدم بنسب طبيعيه. هايل. لو حصل اي خلل في وظائف الكبد او حصل اي تكسير لخلايا الكبد، يبدا الانزيمز دي تزيد في الدم، وتبدا الوظائف اللي الكبد كان بيعملها اللي في الدم يحصل فيها خلل كمان. يحصل خلل. فكل اللي بيعمله التحليل ده تحليل الدم ان هو بيخش في سوائل الجسم المختلفه، سواء كان دم او سوائل تانية زي اليورين اللي هو البول، او اي سائل من سوائل الجسم، ممكن السلايفا، ممكن سائل البروتوني، او اي سائل ياخد الانديكيتورز ديت ويحللها علشان يعرف هل العضو ده شغال بطريقه صحيحه او حصل خلل في وظيفته. تمام. دي ببساطه. تمام. انما هي التحليل انواع كتير جدا، ويعني اقسام كتير جدا، هنقسمهم اسمين عامين. دلوقتي احنا هنتناول انواع التحاليل الطبيه. تمام. هايل. ايه بقى انواع التحاليل الطبيه؟ انا بقول لحضرتك هما ممكن نقسمهم باسمين كبار. اسم خاص جدا جدا اللي هو تحليل الانسجه والاورام. تمام. والاسم الثاني بتاع كل انواع التحليل بيسموه الكلينيكال باثولوجي او تحليلات الكلينيكيه السريه. هو الانسجه والاورام ده موجود في كل معامل التحليل؟ لا طبعا. ده معامل متخصصه. صح؟ اكيد متعامل. وبعدين لان هو يعني مختلف تماما عن كل انواع التحليل شغله
وفي تجهيزاته في كل حاجة ببساطة. يعني كلمتين كده بنقولهم في الطب، كل أنواع التحاليل هي عبارة عن 50% من التشخيص. طبعا. إنما تحليل الأنسجة والأورام هو 100% من التشخيص. طبعا. إزاي بقى؟ يعني الدكتور لما بيكشف على المريض كتير جدا جدا ممكن ما يحتاجش تحاليل خالص، اللي هي التحليل العادية أو الدم أو البكتيريولوجي أو كده، ممكن يكتشف كتير جدا من الأورام بالكشف الكلينيكي بتاعه. إنما إمتى يحتاج؟ أحيانا بعض الأعراض لبعض الأمراض بتتداخل، فبيكون هو حدد في دماغه مرض أو اتنين أو تلاتة الأعراض بينهم متداخلة، في الحالات دي ممكن يطلب أشعة أو تحاليل علشان هو يبدأ يحدد الورم بالظبط ويدوا العلاج الصحيح، يبدأ يطلب تحليل الدم. تحليل الدم في الحالات دي هتعمل جايد للدكتور إن هو يشخص فعلا الورم هل ماشي في الاتجاه الصحيح، أو هو حتى ممكن يمشيله خالص في اتجاه تاني. لو اداله التشخيص يبقى هو كده الدكتور كان عنده 50% من اكتشاف المرض و50% التحاليل اكدتها له، فكده التحليل الدم اداله 50% من التشخيص. طيب انا عندي بقى تحليل الانسجه، الدكتور عمل كده وعمل الاشعه عمل التحليل ومش قادر يوصل لحاجه، في الاخر خالص يقول لا 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 احنا بقى هناخد حته من النسيج بقى ده علشان نبعتها لدكتور الباثولوجي وتحليل الانسجه، علشان بتاع الباثولوجي في الاخر خالص هو اللي هيقول لي ايه المرض اللي انا مش عارف اكتشفه. هو المفروض يبقى في الاخر خالص، هو اخر حاجه في التشخيص يعني، لا بس مش في كل اللي هو الصح ان هو الدكتور في الاخر خالص بقى الجا لتحليل الانسجه، مش في كل الحالات طبعا، مش في كل الحالات، ولا هي مدارس؟ لا مش، لا مش في كل الحالات، كل حاجه طبعا يعني لها وضع ولها اختصاص. يعني هل ممكن الدكتور يلجا على طول لتحليل الانسجه؟ لا طبعا ما بيلجاش، مش الاول، لا ما يبداش على طول الانسجه، الاول بيبدا بالحاجات الابسط. دايما بياخد من اول السلم. الحاجات الابسط الاول. هو طبعا بيكشف كشف اكلينيكي، تمام، بيحدد كام مرض من الامراض في دماغه، بعد كده يبدا يحلل تحليل الدم وبدا يعمل اشعاعات، كل ده ما وصلوش لحاجه اقول لك لا بقى انا لازم الجا لبتاع الباثولوجي بقى، الدكتور الباثولوجي. اخد بقى حته، يعني مثلا لو واحد عنده حاجه في المعده ما بيستجيبش لاي علاج، يبدا يحلل له ميكروب المعده ومش عارف ايه وبتاع، مش عارف يوصل لحاجه، في الاخر خالص يقول لا ده انا هدخل بقى بالمنظار علشان اخد حته نسيج من المعده ده علشان ابعته لدكتور الباثولوجي، في الاخر هو ده اللي هيشوف يدي القرار الفيصل. يبقى ده اداله 100% من التشخيص، اقول له والله ده الخلايا حصل فيها كذا وموجود ميكروب كذا وكذا. فهو ده يعني يعتبر اخر تحليل، اخر واحد بيدي للدكتور قرار هو دكتور الباثولوجي. دي من ناحيه. الحته الثانيه اللي بيشتغل فيها الباثولوجي اللي هي الاورام، اللي هي الحته الاساسيه بتاعتنا اللي هو تحليل الاورام. بدايه بقى من الكشف المبكر للورم لغايه اخر حاجه تشخيص الورم بعد ما يتشال ونأدي الدرجه بتاعته والمرحله بتاعته اللي هتفيد بعد كده الدكتور الانكولوجي اللي هو دكتور الاورام، مش جراحه الاورام بقى، اللي هو علاج الاورام، في انه يدي العلاج اللي سواء كان كيماوي ولا اشعاعي ولا هرموني على حسب التقرير اللي انا هديهوله. تقرير حاجة بتديهوله ده هو بيبقى خلاص بقى. خلاص ده هو ده الجايد اللي بيمشي عليه. بالظبط. اخر حاجه بيشتغل عليها. هو اللي بياخد القرار بناء على التقرير. أنا بحط في التقرير ده ايه نوع الورم؟ بحط مرحلته ايه؟ بحط درجته ايه؟ على اساس المرحله والدرجه ونوع الورم هو عنده سكيدجول بتاع الانكولوجي بيشوف درجته كام، يبقى بياخد كيموثيرابي، بياخد راديوثيرابي، بياخد كام جرعه على اساس التقرير اللي بيطلع من عندي من المعمل. فبالتالي التحاليل بتاعتنا خطيره جدا ولازم تكون دقيقه جدا ولازم تكون جودتها عاليه جدا، لان انت بتتحكم في الاخر في حياه مريض وفي علاجه. معلش، هو حضرتك ممكن التحاليل دي تختلف من معمل اخر؟ نتيجه التحليل تختلف من معمل اخر؟ على المستوى التحليل الدم طبعا، في انت عندك اربع حاجات بيتحكموا في التحليل بالنسبه لتحليل الدم. هاتي احنا هنسيب الانسجه ونروح لتحليل الدم. بس انا قبل ما اسيب الانسجه، اصل ساعات الدكتور يقول لك ايه، طب روح اعمل التحليل ده في معمل تاني. تمام. امتى الدكتور بيلجا لكده؟ انا اقول لحضرتك، احنا عندنا في تحليل الانسجه مفيش اي غرابه ابدا ان الدكتور لما بيلاقي انا بعت له عينه ورم، انا شخص العينه دي كانسر من نوع ما، فاول انت ما بتقول للمريض ان انت العينه دي فيها كانسر بيبدا يحصل مشاكل نفسيه. لا لا استنى حضرتك، معلش، العيال لما بيسال حضرتك، حضرتك ازاي بتوصل له المعلومه ولا حضرتك ما بتوصلوش المعلومه؟ انا مش معنى ان انا اوصل العيان المعلومه دي خالص، ولا لاني يعني
من الناحيه النفسيه هتبقى تشديد عليه جدا جدا. من الناحيه الطبيه مش انا المفروض اللي انا اقول للمريض خالص على تمام. على نتيجه التحليل، بالعكس انا بقول له حضرتك ترجع للدكتور اللي هو يعني بعتك، وهو الدكتور ان شاء الله هيشوف لك علاج كويس وان شاء الله حاجه بسيطه يعني بطمنه على قد ما اقدر، لكن عمري ما بقول له على نتيجه بصراحه يعني. لان يعني هو اصلا يعني العيان بيبقى جاي متحفز جدا وقلقان جدا طبعا، مش قصدي انك تقول له على نتيجه زي كده لا ممكن يقع فيها، ممكن يقع منك في المعمل وانت ما تقدرش تعمل له حاجه. فبالتالي يعني بهرب من السؤال على قد ما اقدر، ولازم ابعته للدكتور بتاعه، لان الدكتور بتاعه بيبقى غالبا متوقع حاجه زي كده ومخطط ازاي يتعامل مع العيان بتاعه، درسه كويس جدا الدرجه الاولى طبعا، درسه كويس جدا عارف هيعمل معاه ايه. فاي حتى يعني كل الستاب بتاعي في المعمل عارف حاجه زي كده، مستحيل يتكلم في نتيجه عينه اورام ابدا في المعمل. هايل، فدي يعني دي مهمه جدا. لا هو بالنسبه لحضرتك المعمل بتاع حضرتك، معلش انا تحيزي المعمل بتاع حضرتك لان شفت ان هو بيعمل حاجه كويسه. حتى حضرتك لو تلاحظ من اول الاستقبال بره، يعني حتى اختيارك للشخص اللي بيستقبل العيان كان اختيار صحيح مليون المية. اصل انا ببص للفيديو حضرتك كنت ببص له بشكل تاني مختلف. تمام. يعني انا ببص لكل حاجه فيه. حتى حضرتك لما جيت تتكلم على الشفاط قلت لازم يتحط بالشكل الفلاني. حتى طريقه لبس الستاف اللي مع بالنسبه للحاجات الصغيره دي هي اللي بتفرق مكان عن مكان. الحاجات الدقيقه دي هي اللي بتسأل بتفرق او بتميز الانسان المميز على الانسان العادي. ربنا يخليك. معلش يعني كنت لازم اقولها دي. الله يبارك فيك. الله يخليك. نرجع بقى لتحليل الدم، هل تحليل الدم ممكن النتيجه تختلف من معمل لمعمل؟ يعني اكيد ممكن طبعا. ممكن. هو في اربع حاجات، يعني اربع حاجات في يعني او سموها اربع اركان للتحليل. اول ركن اللي هو العينه نفسها. تمام. تاني ركن في التحليل الجهاز اللي هو هيشتغل. التالت الكيماويات اللي انت هتشتغل بيها على الجهاز ده. رابع حاجه اللي هو الدكتور اللي هيقرا النتيجه بعد ما تطلع من الجهاز. تمام. دول لازم يكون ستاندر في كل حاجه. طبعا. من اول اخذ العينه لغايه النتيجه ما تطلع. اخذ العينه ديت لو اتاخدت غلط او فوقت غلط. تمام. او السرعه بتاعتها وهي بتتاخد مش مظبوطه، يعني بعض التحاليل لازم تتاخد بسرعه كبيره شويه، الثانيه لا عادي. بعض التحاليل لازم التايم بتاعها يبقى مظبوط، العين يصوم لي 6 ساعات، 8 ساعات، 12 ساعه، تمام؟ طريقه السحب نفسها، السن اللي انت بتسحب بيه، تمام؟ كل ده مهم جدا جدا. طيب طريقه بعد ما اخد السامبل دي، طريقه وانا حتى بنقل المكان لمكان لازم اتعامل معاه لاني بتعامل مع بني ادم. طبعا. مش مجرد شويه دم، لا ده بني ادم. الدكتور اللي هو هيعالج على اساس التحليل اللي هيطلع من عندي هنا. تعال معاه بمنتهى الحرص. دي بتفرق جدا لغايه ما ادخل لغايه الجهاز. الجهاز بتختلف من نوعيه الجهاز لجهاز تاني. في اجهزه كويسه جدا جدا معموله في شركات عالميه محترمه جدا جدا بتعمل عليها كالبريشن. جهاز لازم يتصين دوريا، لازم كل فتره معينه وثابته تيجي الشركه تعمل معايره تاني للجهاز وتعمل عليه كنترولات، ولازم جهازك تعمل عليه كنترولات في معامل تانيه ومعتمده واكبر كل فتره. تمام. لان ده جهاز طبعا. تمام. يعني مكنه انت كان زمان تحليلها كانت غير كده، كان يعني كانت فيها مشقه شويه، وكان اللي يقعد بقى الكيميائي يحط من حاجه لحاجه وبعدين ياخد منها ويحط في حاجه تانيه قصه. لا دلوقتي معظم المعامل جابت حاجات اوتوماتيد، يدخلوا العينه والجهاز من الناحيه التانيه يطلع النتيجه، ما عادش حد بيعمل حاجه قوي فيه. فلازم الجهاز ده تتعامله بمعامله دقيقه جدا جدا. طيب ادي الجهاز. طيب الكيتس بقى لنفسها اللي هي المحاليل اللي انت بتشتغل على الجهاز دي. المحاليل دي فيها فاريشن رهيب من حاجات عالميه طالعه من شركات عالميه. الشركه ديت لها اسم محترم، بتعمل كنترولات باستمرار على المواد بتاعتها، فبالتالي الدقه بتاعت شغلها توصل لدرجه 100%. ليه شركات كده فبتفرق في الاسعار جامد جدا، عشان كده انت احيانا تلاقي في فرق من الاسعار بين معمل ومعمل. ايه الفرق؟ بس انا ما استرخصت، لان انا لو استرخصت انا ممكن امشي في طريق غلط خالص. بالظبط. يعني عايز اقول لازم انا بختار المعمل اللي انا هروح له بكل دقه، بس هو قبل الاختيار بتاع المريض نفسه اختيار الدكتور للمعمل. عشان كده برضو انا سامحني كان الفيديو تصورته، انا الفيديو كان بيخاطب كل الناس، بيخاطب المواطن العادي وبيخاطب الدكتور المتخصص. تمام. لان الدكتور المتخصص لازم هو بيوجه العيال لمعمل، لازم يبقى عارف امكانيات المعمل ايه. صحيح، هو عندك حق.
فاخر حاجه بقى بعد ما يطلع النتيجه، النتيجه دي بتطلع بيقراها الطبيب. لازم يكون الطبيب عنده حس كلينيكي، لان في الاخر جهاز الطبيب اللي في المعمل ولا الطبيب البشري؟ لا اللي في المعمل الاول، لان انت انت بعد ما بتطلع التقرير من عندك والدكتور واثق فيك، هو بيتعامل على النتيجه اللي انت طلعتها له. تمام. اذا كانت النتيجه اللي عندك صحيحه هيدي للمريض ده علاج صحيح، اذا كانت خاطئه انت انت هتوجه الطبيب في اتجاه خاطئ جدا، وبالتالي هتضر الطبيب والمريض. فاحيانا ممكن كل ده يبقى فيه مشكله مثلا لسبب ما، اي حاجه حصلت في الجهاز اي حاجه، فتطلع لك نتيجه لازم يبقى عندك حس كلينيكي. هل النتيجه اللي طلعت دي تمشي مع العينه اللي خدتهم له عينه ولا لا؟ ده بيسموه الانتربريتيشن. عشان كده ممكن تعمل ممكن تسال العيان. لا، انا ممكن ارجع تاني للعيان، واحيانا الجهاز ممكن يطلع نتيجه لسبب ما حصل في الجهاز، خلل مثلا في الكهرباء بتاع، فطلع لك نتيجه مش وانت بتشتغل فطلعت نتيجه مش مظبوطه. تطلع نتيجه مش مظبوطه لازم تبقى عارف هل ده ينفع، هل النتيجه تمشي على العيان ولا لا. فلازم يكون عندك حس كلينيكي قاري كويس جدا، فاهم كويس جدا. فالاربع اضلاع دول لو حصل فيهم اي خلل، سحبت العينه بطريقه مش مظبوطه، جهاز اي كلام بيشتغل، مواد كيماويه مش مظبوطه، واحد مش عارف يعمل انتربريتيشن النتائج اللي طلعت، لازم يحصل اختلافات ما بين المعامل، ده بيسموه الكواليتي. تمام. انا عايز بس نبقى نرتب في حلقه تاني، نبقى نجيب شيت فاضي ونعلم برضو الساده المشاهدين ازاي ممكن يقروا التحاليل اللي هي البسيطه. يعني التحليل لما العيان يستلم تحليل الدم مثلا يقول لك والله لا التحليل دي ممكن، يعني ثقافه. هو طبعا اراده التحليل سهل جدا، بس هي المساله مش مساله في اراده التحليل. يعني هو اي معمل بيطلع الريبورت بتاعه بيكتب النتيجه على الشمال اسم التحليل يعني نفسه، سواء كان مثلا تحليل سكر او غيره، وبيكتب في النص النتيجه اللي طلعت بتاع العيان، وبيكتب على اليمين النسب الطبيعيه سواء كان الاطفال او الستات، يعني الفيميل او الميل ادلت يعني. فسهل جدا ان اي حد يشوف اسم التحليل وبعدين يشوف النتيجة الطبيعية وقارنها، النتيجة اللي طلعت وقارنها بالنتيجة الطبيعية. بس هي المشكلة مش في النتيجة. المشكلة هل أنت لما تقرأ النتيجة هتعمل انتربريتيشن، هتعرف تعمل تسقطها على العيان أو على الحالة الكلينيكية بتاعته؟ صح. لأن ممكن دي بتعمل مشاكل، يعني ممكن تبقى زايدة 2 3 4 ما لهمش أي أثر، بس المريض لو قراها وشافها في النسب الطبيعية يتخض جدا. وإزاي وزايدة؟ طبعا بلاش. وإن الموضوع مش حاجة. فالصح إن اللي يقرا له التحليل حد متخصص في التحليل أو الطبيب بتاعه. أشكرك على هذه المعلومة. نخش بقى في الموضوع الأساسي وهو سرطان الثدي. تمام. وسرطان الثدي أعتقد إن هو بيخص كل أمهاتنا، كل إخواتنا، كل بلدنا. اعتقد المندوله كمان في حمله من الدوله على اكتشاف سرطان الثدي. يعني ما شاء الله. دكتور، تعريف سرطان الثدي اللي هو ايه بقى؟ بص، هو سرطان الثدي ده عباره عن ورم. احنا عندنا ورم فيه خبيث وحميد. ايوه. تمام. فهو كلمه سرطان يعني ورم خبيث. ده ورم خبيث بمنشأه من الغدد اللبنيه بتاعه الثدي. تمام. الحمد لله رب العالمين ان بس مش يعني 10% فقط من الاورام اللي بتظهر في الثدي اورام خبيثه، هي خبيثه، انما 90% بتطلع اثار حميده الحمد لله رب العالمين. ف يعني مش عايزين نقول ان كلمه ورم نفسها مش معناها خبيث، كلمه ورم معناها تورم، يعني حاجه كبيره. فكلمه ورم مش لازم تعني كلمه خبيثه. فده يعني ده من رحمه ربنا علينا ان الخبيث في الثدي يعتبر 10% بس مش اكتر. طب ايه بقى خطوات تشخيص يا دكتور الاورام الثدي؟ احنا مش عايزين نخش في التشخيص على طول. احنا عايزين نقول الاول نكتشف اكتشاف مبكر. هايل. لان مساله الاكتشاف المبكر دي اعتقد الاكتشاف المبكر ده 90% من العلاج. بالظبط كده. يعني الاكتشاف المبكر فعلا بيخليني يعني اوصل مش ل 90، من 97 ل 98 من الشفاء الكامل لسرطان الثدي. من 97% يعني 2% بس هم اللي يعني اللي ممكن الموضوع يبقى كومبليكيتد معاهم يتطور. فبالتالي الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي ده من اهم الحاجات الشديده جدا. طيب علشان اعمل اكتشاف مبكر لسرطان الثدي، الاول لازم يبقى عندي فكره عن اعراضه. تمام. الطبيعي ان المفروض كل ست، هو طبعا سرطان الثدي ممكن يجي في الرجاله وفي الستات، بس يجي في الرجاله والسيدات. اي طبعا. في الرجاله بس قليل جدا في الرجاله. تمام. انما في الستات اكتر شويه. المفروض كل سيده تبقى عارفه كويس جدا شكل ثديها وحجمه. تمام.
علشان بعد كده لو حصل في اي تغير تبقى عارف ان في حصل تغير وتبدا تمشي في خطوات الكشف المبكر. اه يعني اذا ممكن كل ست في الاول هي ممكن تشخص نفسها. بالظبط. عشان كده بنقول الكشف المبكر ليه خطوات. اول خطوه من خطوات الكشف المبكر هو الفحص الذاتي للسادي. تمام. الست الفحص الذاتي ده ليه خطوتين. خطوه اسمها التامل. والخطوه الثانيه اسمها الفحص. تمام. التامل ان هي الست تبقى عارفه ازاي تحفظ شكل الثدي بتاعها. تمام. تبقى عارفه حجمه. وده دايما بتقف الست يعني ليه طريقه معينه بتقف قدام المرايه تحط ده في وضع معين ورا راسها. تمام. بحيث ان الثديين عندها يظهروا وتبدا تعرف شكلهم وحجمهم. لو في اي حاجه مش طبيعيه في الشكل بيبدا يحصل لها بروز. اي تغير في الشكل؟ في الشكل او لو في يعني تورم ظهر بيبدا لما هي تعمل الوضع ده يحصل بروز. او لو تحط ايديها في تمام في خصرها كده وتضغط عضلات الثدي يبدا لو في اي تورم يبدا يظهر في الثدي. تمام. وتعرف شكله. الحاجه الثانيه الفحص الذاتي بقى. وطبعا لو في وقت بعد كده نبقى نقول خطوات الفحص الذاتي. لا ده الموضوع ده واضح ان هو هياخد مننا حلقات. من الموضوع الكبير ويهم كل الستات يعني. تمام. معلومه حضرتك ازاي تكتشف هي بنفسها او تعالج او الاورام المبكره ده بحد ذاته. الفحص الذاتي للثدي بيكتشف 25% من اورام الثدي. 25%. تمام. طب تمام. الخطوه اللي بعد الفحص الذاتي. لو حست اي تورم حتى في الجلد. الجلد بتاع الثدي. تبدا تاني خطوه على طول بتروح للطبيب بتاعها عشان تعمل الفحص السريري للثدي. دكتور الفحص السريري. الكلينيكي. دكتور. تمام. مختص هو يعني. طبعا كل حد ليه دكتور خاص بيه ولكن افضل ان بيبقى دكتور خاص بالاورام او جراحه الاورام. يعني هي تشك تروح على طول رايحه للدكتور. دكتور. ده بيكتشف 40% من سرطان الثدي اللي هو الفحص السريري للدكتور. طيب. تمام. الدكتور فحص وابتدى يحس ولقى ان فيه حاجه احنا لسه دلوقتي في مرحله الكشف المبكر. تمام. حاجه تحت دي مش طبيعيه في الثدي. يخش في الخطوه اللي بعد كده اللي هي الكشف بالاشعه السينيه على الثدي او بيسموها الماموجرافي. ده بيكتشف لغايه 90% من اورام الثدي. طيب هي هل الكشف الدوري ده بيفرض الست اصلا ما لقتش حاجه في صدرها؟ تروح للدكتور برضه؟ المفروض تروح للدكتور من سن 20 سنه كل 3 سنين. كل 3 سنين. تفحص ثديها عند الدكتور. ومن بعد سن 40 سنه تروح كل سنه افضل. تمام. طيب دكتور الاشعه السينيه الدكتور ما يطلبهاش الا لما يلاقي حاجه في الثدي؟ لا. من عند سن 40 سنه وفيه بعض الدراسات تقول 35 سنه لازم السيدات تعمل اشعه سينيه او بيسموها الماموجرافي على الثدي بتاعها كل سنتين. الا لو كان في العيله بتاعتها حد اثنين على الاقل عندهم سرطان ثدي قبل كده يبقى هي ممكن تكون في عامل وراثي هنا بقى. هتعمله كل سنه. معلش هو عامل وراثي هو هل هو مرض وراثي؟ لا احنا مش هنقول مرض وراثي. لو انا قسمت لك سرطان الثدي نسبه قد ايه؟ هنقول من نسبه 10 ل 15%. دكتور ربيع حضرتك هتطلع معانا تاني صح؟ ان شاء الله. الفقره جريت بسرعه صح؟ والموضوع كبير جدا ويهم كل ده احنا ستات ورجاله. خلينا نقول ان الحلقه الجايه ان شاء الله مع حضرتك نتكلم بقى على تقسيمه السرطان بتاع الثدي وهل هو وراثي ولا مش وراثي. وانا على المستوى الشخصي بشكر حضرتك على المعلومات ورغم ان انا في الكارير ده بقالي 27 سنه بس حضرتك ضفت لي معلومات كتير جدا جديده. واعتقد ان كل الساده المشاهدين اعتقد ان المعلومات دي وصلت لهم وهو ده الهدف الاساسي من البرنامج بتاعنا. هو برنامج توعوي تعليمي يعني احنا بنوعي وبعد كده بنعلم او بمعنى اخر هو وقائي وعلاجي ان شاء الله. انا في نهايه فقرتنا النهارده انا على المستوى الشخصي بشكر حضرتك يا دكتور وبالنيابه عنكم بشكر الاستاذ دكتور ربيع سيد الشاعر استاذ مساعد تحليل الباثولوجي والانسجه والاورام جامعه الازهر ومدير عام عامل الشعر. ولكن انا بقفل مع حضرتك على اللي احنا بالتاكيد هيتمنى سلسله حلقات لان الموضوع الله. كمان هو كبير. موضوع سرطان الثدي كبير ومحتاج موضوع كبير كبير كبير. واحده واحده كده نفصل زمان ان شاء الله. استنوا بقى في الفقره الثالثه فقره مشاغبات عادل وعلاء. فاصل ونواصل.